تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سير العمل في مختلف مرافق مطار دبي الدولي، واطمأن سموه على راحة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم من وإلى المطار. فقد زار سموه ظهر اليوم المطار يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي مبتدئا سموه جولته في المبنى 3 حيث توقف عند كاونترات طيران الإمارات وشاهد كل الأمور المتصلة بتوفير سفر آمن وسلس للمسافرين دون إبطاء أو تأخير وبعيدا عن الإجراءات المعقدة. واستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في أروقة ومرافق كونكورس بي حيث مغادرة المسافرين، وانتقل سموه إلى الكونكورس سي مستقلا القطار الداخلي الخاص بنقل الركاب لمسافة 700 متر بين A و B، ويضم المبنى A نحو 20 بوابة لمغادرة المسافرين و 58 خرطوما لمواقف الطائرات العملاقة، فيما يضم المبنى B 26 بوابة و 57 خرطوما لمواقف الطائرات. وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التجوال في مختلف مرافق المطار الخدمية في المبنيين، شملت كاونترات وزن الأمتعة وكاونترات ختم وتدقيق جوازات السفر المسافرين والسوق الحرة التي تتفرع لعدة أقسام للتسوق تبلغ مساحتها قرابة 27 ألف متر مربع، كما شهد إجراءات تفتيش حقائب اليد في آخر مرحلة قبل الصعود إلى الطائرة، مطمئنا سموه على سلامة وسلاسة جميع الإجراءات الخاصة بالمغادرين إلى مختلف جهات العالم على متن الطائرات العملاقة التي تشكل الأسطول الأضخم والأحدث لشركة طيران الإمارات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تفقد سمو الصالات الدرجتين الأولى ودرجة رجال الأعمال الفخمة بأثاثها وتصاميمها الداخلية وخدمات الترفيه التي تقدمها لركابها المسافرين على متن خطوط طيران الإمارات، ويصل عددها إلى 7 صالات موزعة في كونكورس A وكونكورس B، ويصل عدد المسافرين على الدرجتين قرابة 10,000 مسافر يوميا على متن نحو 250 رحلة يومية للناقلة العملاقة على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها أكثر من 100 طائرة من هذا الجيل الحديث من الطائرات. وخلال متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجولته كان يستمع من سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى شرح حول الزيادة المضطردة في عدد مستخدمي مطار دبي الدولي من عام إلى عام، حيث أبلغ سموه أن عدد القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي بلغ قرابة 13 مليون مسافر بالفترة من الأول من يناير عام 2017 حتى 30 من يونيو من العام نفسه، فيما زاد هذا العدد بنسبة 3% خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2018 وحتى 30 من يونيو من العام ذاته. كما أشار اللواء المري إلى أن عدد القادمين إلى الدولة من بين المسافرين من الجنسية الصينية بلغ نحو 450 ألف مسافر، وذلك بالفترة من الأول من يناير عام 2017 وحتى 30 من يونيو في العام نفسه، وزاد عدد الزوار الصينيين بنسبة 5% بالفترة ذاتها من العام 2018. كما نوه بعدد القادمين إلى الدولة من التابعية الروسية بالفترة ذاتها، إذ بلغ عددهم حوالي 300 ألف زائر، وزاد العدد بنسبة 35% ليصل خلال 6 شهور الأولى من العام الجاري إلى حوالي 500,000 زائر، ما يؤكد على أن دولة الإمارات
تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا كوجهة مفضلة للسائحين والمتسوقين والباحثين عن الهدوء والأمن والاطمئنان، خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال المال والأعمال. صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اختتم زيارته في جولة تفقدية لمرافق صالة القادمين، حيث اطمأن على سلامة كافة الإجراءات وحسن استقبال القادمين إلى بلادنا من قبل موظفي الجمارك والشرطة والأمن، مشددا سموه على أهمية استقبال ضيوف الإمارات بابتسامة وكلمة ترحيبية طيبة تعكس أصالة شعبنا وأخلاقه العربية الإسلامية الحميدة والنبيلة. وأعرب سموه خلال جولته عن سعادته وارتياحه للخدمات الراقية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في مطار دبي الدولي إلى مستخدمي المطار من مغادرين وقادمين، مؤكدا سموه على ضرورة أن يبقى مطار دبي الدولي وكافة مطارات ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية الواجهة الحضارية التي تعكس روح وأصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموما. وقال سموه: أولوياتنا تتمحور حول الإنسان وإسعاده واحترامه وحفظ حقوقه وكرامته بصرف النظر عن جنسيته وديانته وطائفته وثقافته. ورافق سموه في الزيارة سعادة اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة خليفة الزفين رئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وسعادة عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة والشؤون الأجانب في دبي، وسعادة محمد مطر النائب الأعلى لرئيس خدمات مطارات دبي الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية المعنية بخدمات مطار دبي الدولي وعدد من المرافقين.